أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الرجل الصناعية هل يمسح عليها مثل الجبيرة؟ لا، الرجل الصناعية ما لها حكم، لكن لو بقي من الرجل شيء يغسل الباقي. لو بقي العقب مثلا، شيء من العقب، فإنه يغسل الباقي. وأما إذا قطعت من المفصل من الكعب ولم يبقى شيء، فإنه لا، ليس عليه غسل رجل، تسقط، يسقط عنه غسل الرجل لفوات محله. نعم.